بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محاضرة اليوم إن شاء الله هنتكلم عن الحسابات الختامية. طبعاً الحسابات الختامية إحنا بنعرف أي مشروع في نهاية العام لابد من إعداد مجموعة من التقارير المالية، وهي بمثابة مرشد لمتخذين القرارات، بحيث إنه هذه الحسابات بتبين لنا هل المشروع حقق أرباح أو تكبد خسائر، هل المشروع مركز المالي قوي أو ضعيف. طبعا عندنا الحسابات الختامية اللي هو عبارة عن حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر. طبعا حساب المتاجرة وحساب بالمناسبة حساب الأرباح والخسائر بيتم اختصاره إلى الأحرف ألف وخاء. حساب المتاجر وحساب الأرباح والخسائر يتم الاستعاضة اليوم عنهم بحساب اللي هو أو قائمة الدخل، قائمة الدخل. ومن خلال حساب المتاجر وحساب الأرباح والخسائر بنحدد هل المشروع حقق أرباح أو تكبد خسائر. هل المشروع حقق أرباح أو تكبد خسائر؟ الآن بعد هيك بنعمل ما يعرف بالميزانية العمومية أو اللي هو المركز المالي للمشروع. طبعا عندنا اللي هو حساب المتاجرة، حساب الأرباح والخسائر، ومن خلال حساب المتاجرة وحساب الأرباح والخسائر بنحدد إذا كان المشروع حقق أرباح أو تكبد خسائر. ثم بعد ذلك عندنا الميزانية العمومية اللي من خلالها بنحدد المركز المالي أو الوضع المالي للمشروع، هل المشروع ذو مركز مالي قوي أو ضعيف. طبعا هنبدأ في مثال، ومن المثال إن شاء الله يتضح البين. من خلال المثال نفهم الفكرة إن شاء الله بالكامل. المثال على النحو التالي عندنا اللي هو: إليك أرصدة الحسابات المستخرجة من دفاتر شركة الرحمة للاستيراد والتصدير في 31/12/2019، وذلك على النحو التالي: عندنا صندوق، عندنا بنك، عندنا سيارات، أوراق مالية، مصاريف نقل المشتريات، تأمين ضد الحريق، بضاعة أول المدة، مشتريات، مدينون، آلات، مردودات مبيعات، رواتب، عمولة وكلاء شراء، مبيعات، قرض، أوراق قبض، خصم نقدي مكتسب، عمولة وكلاء بيع، مردودات مشتريات، دائنون، صندوق، إيراد أوراق مالية، أوراق دفع، بنك، فوائد مدينة، مصاريف دعاية وإعلام، خصم نقدي مسموح به، ومباني، أراضي، كهرباء، مسحوبات، مردودات مبيعات، فوائد دائنة، وأثاث، ورأس المال مجهول. الآن كيف بتتعامل مع هذا المثال أو هذا السؤال؟ أول شيء هعمله هروح اللي هو هبدأ في حساب المتاجرة. هبدأ بحساب المتاجرة، هاي منه وهاي له وهاي حساب المتاجرة. طبعا عندنا حساب المتاجرة، هاي إلى حساب وهاي من حساب، وهاي إلى حساب إلى حساب وهي من حساب من حساب. وكأني بقول ثلاث حسابات على الطرف الأيمن وثلاث حسابات على الطرف الأيسر. طيب نبدأ الآن في الحل. أول حساب اللي هو بضاعة أول المدة، بعد بضاعة أول المدة المشتريات، المشتريات، ثم بعد ذلك مردودات المبيعات، مردودات المبيعات. يبقى عندنا بضاعة أول المدة، عندنا المشتريات، عندنا مردودات المبيعات. نيجي على الطرف الآخر وبناخذ اللي هو بضاعة آخر المدة اللي هو عكسها مباشرة، المشتريات عكس المبيعات، ومردودات المبيعات عكس مردودات المشتريات. جيد؟ الآن عندنا ثلاثة على اليمين وثلاثة على اليسار ثوابت لبضاعة أول المدة والمشتريات ومردودات المبيعات، نعكسهم على شركة اليسار لبضاعة آخر المدة والمبيعات ومردودات المشتريات. الآن حضيف مفردة هنا،
هذه المفردة اللي هي عبارة عن مصاريف المشتريات. مصاريف المشتريات أي المصاريف المرتبطة بعملية شراء البضاعة، وممكن تكون هذه المفردة عبارة عن أربع حسابات، اللي هو الحساب الأول مصاريف نقل المشتريات، هي واحد، أو عمولة وكلاء شراء، هي تنتين، أو تأمين على البضاعة المشتراة، أو تأمينات على البضاعة المشتراة، أو التأمين على البضاعة المشتراة، وخاصة لو كانت البضاعة من مكان بعيد أو من دولة أخرى. رقم أربعة الرسوم الجمركية على البضاعة المشتراة من الخارج. يبقى أربع مفردات. طبعا أنا في الغالب أو في الامتحانات أو في الحياة العملية في الغالب بجد اللي هو إيه؟ مصاريف نقل المشتريات أو عمولة وكلاء شراء. ثم بعد ذلك بروح بأوجد حالة التوازن. تعالوا مع بعض نحل السؤال. يلا مع بعض نحل السؤال. عندنا اللي هو أول شيء لو طلعنا على المفردات، الصندوق لا، البنك لا، سيارات لا، أوراق مالية لا، مصاريف نقل المشتريات بضللها وبروح بأضيفها، هي مصاريف نقل المشتريات، مصاريف نقل المشتريات، طبعا قيمتها 150، هي أول مفرد. تأمين ضد الحريق لا، بضاعة أول المدة 5000، وهي بضاعة أول المدة. ثم بعد ذلك المشتريات 25، مدينون لا، آلات لا، مردودات مبيعات 150، وهي 150. مصاريف رواتب لا، عمولة وكلاء شراء، هي مفردة أخرى، هي إلى حساب عمولة وكلاء شراء اللي هي قيمتها 300. نكمل مبيعات 55000، هي المبيعات 55000. بعدين قرض لا، اوراق قبض لا، خصم نقدي مكتسب، عموله وكلاء بيع. شوف عموله وكلاء الشراء اجت في حساب المتاجر، عموله وكلاء البيع تجيش هنا، مهم جدا هذه الجزئيه. طيب دانون، صندوق، ايراد، اوراق دفع، بنك، فوائد، فوائد، ما ضلش عندي ولا مفرده الا مردودات. مردودات المشتريات، معلش هنعدل، بدل تحت مردودات المبيعات هنعدل ونحط عندنا مردودات المشتريات، وهي قيمتها 150 ايضا، هي مردودات المشتريات قيمتها 150. هندخل تعديل بسيط جدا اللي هو مردودات المبيعات 150 ومردودات المشتريات 150، هنعدلها في السؤال. تمام. ثم بعد ذلك عندنا اللي هو بضاعة آخر المدة، هنلاقيها في مفردة مستقلة في آخر السؤال اللي هي 3000. 3000. طيب الآن نستخدم الجوال عشان اللي هو أو الكولكوليتر عشان الجمع. تعالوا مع بعض نجمع. عندنا اللي هو 5000 زائد 25000 زائد اللي هو 150 و150 300 و300 600، يبقى القيمة 30600. 30600. نروح على القيمة الأخرى، عندنا اللي هو 55000 و3 58000 58150. طبعا القيمة الأكبر أكيد 58150، 58150. هنجيب الفرق في الرقمين اللي هو 58150، 58150 ناقص 30600 بيطلع لنا 27750. الآن شوف الحوطة، 27550 وبسميه مجمل الربح. بسميه مجمل الربح. جيد؟ يبقى هاي أول مفردة أو أول حساب أنا تعاملت معه. تعالوا للحساب الآخر اللي هو حساب الأرباح والخسائر، حساب
الأرباح والخسائر. يلا نعمل بنفس الآلية. هاي عندنا منهم، هاي لهم، وهي حساب ألف خاء. الآن حط تنتين فقط، إلى حساب ومن حساب، أو خلينا إلى حساب ومن حساب. تمام. أول شيء هعمله هاخذ مجمل الربح من حساب المتاجرة وحوديه على اللي هو برضه من اللون الأحمر، على حساب الأرباح والخسائر كتكملة حل. هي مجمل الربح اللي هو 27,550، وحاشطب هنا. الآن هنا هحط خصم مسموح به، وهنا خصم مكتسب. حط خصم مسموح به اللي هو خصم المبيعات بالمناسبة، وخصم مكتسب اللي هو خصم المشتريات. وحبدأ في المنطقة هذه كلها أحط المصاريف، وفي المنطقة هذه أحط الإيرادات. حط المصاريف وححط الإيرادات. تعال مع بعض نشوف أي مصروف بيقابلني أحطه في طرف المدين، وأي أو طرف الأيمن، وأي إيراد حيقابلني أو أرباح أحطه في الطرف الأيسر. تعال مع بعض نكمل السؤال. نكمل مع بعض السؤال. جيد. الآن أول مفردة، الصندوق لا، البنك لا، السيارات لا، أوراق مالية لا، مصاريف نقل المشتريات أنا باخدها، تأمين ضد الحريق. هي إلى حساب تأمين ضد الحريق اللي هو قيمته 2000. بعد تأمين ضد الحريق بضاعة ومدة أنا باخدها، مشتريات باخدها، مدينون، آلات، مردودات مبيعات أنا باخدها، مصاريف رواتب. إلى حساب مصاريف رواتب، عندنا مصاريف الرواتب كذلك 2000. ثم بعد ذلك عمولة وكلاء شراء مخدها، مبيعات، قرض، أوراق قبض، خصم نقدي مكتسب، هي لقيت الخصم المكتسب 500. ثم بعد ذلك عمولة وكلاء بيع، عمولة وكلاء بيع، وعندنا عمولة وكلاء البيع 200. وانا اشطب كلمة مصاريف عشان ما يصيرش في عندنا أي لخبطة. وهنا هنشطب كلمة إيرادات. عندنا عمولة وكلاء بيع اللي هو مردودات، عندنا مردودات مشتريات. احنا على فكرة بالمناسبة مكررين مردودات المشتريات. السؤال هنشطبها مش مهم، هنعدلها. عندنا اللي هو فوائد، نيجي لكلمة فوائد مدينة، هنضيف الفوائد المدينة إلى حساب فوائد مدينة، فوائد مدينة وقيمتها اللي هو 500. عندي إيراد أوراق مالية، عندي إيراد عمولة وكلاء بيع، عندي إيراد أوراق مالية، هاي من حساب إيراد أوراق مالية. عندي إيراد الأوراق المالية 500، وثم بعد ذلك أوراق دفع لا، بنك لا، فوائد مدينة خدها، مصاريف دعاية وإعلام إلى حساب مصاريف دعاية وإعلام. مصاريف دعاية وإعلام عندنا 1000. نكمل. طبعا عندنا خصم مسموح به 300، هاي خصم مسموح به. ثم بعد ذلك عندنا مباني، أراضي، مصاريف كهرباء إلى حساب مصاريف كهرباء اللي هو 500. وعندنا مسحوبات لا، مردودات مبيعات أخذناها، فوائد دائنة من حساب فوائد دائنة اللي هي قيمتها 200. وهيك بيكون اللي هو
أنجزنا كل حساب الأربع مكسرات. تعالوا على نفس الطريقة نجمع مع بعض نشوف. نبدأ عندنا اللي هو 300 زائد 2000 و2000 و400 هي 4000 زائد 200 700 زائد 1000 زائد 500 يبقى عندنا 6500. 6500 لو بدنا هيك نحسبها على السريع 4000 5000 5000 هي 6500 مظبوط. نيجي على الطرف الآخر عندنا لو 27550 زائد 500 و500000 اللي هو 1200 ويساوي 28750. 28750 طبعا الأكبر اللي هو 28750 و 28750. تعال نجيب الفرق بين الرقمين. هاي بنطرح اللي هو 6500 بيطلع عندنا في نفس الطريقة 22250 بس بسميها صافي الربح. 22250 صافي. عملت حساب المتاجرة وعملت حساب الأرباح والخسائر. الآن بتأختم حلي في إني أعمل الميزانية العمومية. بتعمل الميزانية العمومية. بنعمل الميزانية العمومية. طريقة الميزانية العمومية طريقة سهلة جدا. طريقة بسيطة جدا. هاي الميزانية العمومية. برضو بعمل حرف تي بالإنجليزي لكن هو شكل قائمة. هاي الميزانية العمومية. هاي عندنا هنا الأصول، عندنا الخصوم، وعندنا حقوق الملكية. الآن دعونا من طرف الأصول خلينا نتكلم عن الخصوم. الخصوم عادة ثلاث مفردات: قرض، دائنون، أوراق دفع. حقوق الملكية كذلك ثلاث مفردات اللي هي عبارة عن اللي هو رأس المال يضاف له صافي الربح اللي هو هي الرقم هنحطه كما هو 22250 تمام. وعندنا اللي هو ناقص او يطرح المسحوبات الشخصية. والآن عندنا المجموع. عندنا المجموع. الآن أنا بأبحث في السؤال عن القرض والدائنون وأوراق دفع. طبعا رأس المال مجهول وبحط المسحوبات بإشارة سالبة. بحط المسحوبات بين قوسين بإشارة سالبة. أما الأصول بقسمها لقسمين: أصول متداولة وأصول ثابتة. تمام. باقي المفردات بعد ما أخذ كل المفردات هذه باقي المفردات حتنقسم إلى قسمين: أصول متداولة وأصول ثابتة. حبدأ أختار اللي هو الأصول المتداولة صندوق وبنك وأوراق مالية أوراق قبض ومدينون وبضيف لها بضاعة آخر مدة. بالمناسبة بضاعة آخر مدة هي المفردة الوحيدة اللي بتنضاف مرتين. ضفناها في حساب المتاجرة وحنضيفها كذلك في الميزانية العمومية في الأصول. أما الأصول الثابتة تعلمناها سابقا اللي هي أراضي وعليها مبنى مباني أجهزة أثاث أجهزة ومعدات وآلات وسيارات. طبعا باجي بعبي المفردات. المفردة اللي مش موجودة بحطها صفر صفار. بعبي المفردات بجمع هذا الطرف وبجمع هذا الطرف. الفرق بينهم بيكون رأس المال. بجمع هذا الطرف وبجمع هذا الطرف. حلاقي مثلا هذه 200000 وهذه مثلا 180000. يبقى الفرق بين ال 200 وال 80 حيكون اللي هو
راس المال 120 وهنا في الاخر بنحط 200 وهنا بنحط 200. هيك احنا عملنا محاضره سريعه على موضوع اللي هو الحسابات الختاميه، ونسال الله عز وجل ان يكون الموضوع يعني بسيط وسهل ووصل للاذهان. اهم شيء انا عندي اعمل حساب المتاجره، ثم بعد ذلك حساب الارباح والخسائر، ثم بنقوم باعداد الميزانيه العموميه. مهم جدا انه انا اعرف كيف اصنف مصاريفي او اميز مصاريفي. طبعا عندنا ببدا بخصم مسموح به، عندنا التامين، كل شكل من اشكال التامين يعتبر مصاريف. طبعا الرواتب مصاريف، العمولات، كل العمولات تعتبر مصاريف، الفوائد المدينه مصاريف، والفوائد الدانه ايرادات. طبعا الفوائد المدينه انا لما باخذ قرض من البنك، تمام، انا مضطر ادفع للبنك فوائد. طب لما اكون انا حاطط وديعه في البنك، انا باخذ ايراد من البنك. عشان هيك في عندنا فوائد مدينه وفوائد دانه، وعندنا طبعا مصاريف دعايه اعلام، مصاريف كهرباء، والمصاريف كثيره. وهيك بنكون انهينا محاضرتنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.